إنها أيها الإخوة المواطنون لحظات حزينة نعيشها اليوم هنا في المغرب وفي كل مكان من المعمور، ونحن نودع الملك الراحل ونتذكر جهوده في خدمة بلده وفي خدمة السلام. والسيد ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني أكد أمس لدى وصوله على أن فقدان جلالة الملك الحسن الثاني وفاجعة كبرى للعالم وللشعب الفلسطيني. لم يدخر جلالته أي جهد من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط،
جلالة الملك محمد بن الحسن وشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلا أن يحمل جثمان والده إنها أيها الإخوة المواطنون لحظات حزينة نعيشها اليوم هنا في المغرب وفي كل مكان من المعمور، ونحن نودع الملك الراحل
ونتذكر جهوده في خدمة بلده وفي خدمة السلام. والسيد ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني أكد أمس لدى وصوله على أن فقدان جلالة الملك الحسن الثاني هو فاجعة كبرى للعالم وللشعب الفلسطيني. لم يدخر جلالته أي جهد من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط. حسن أولئك رفيقا. الدموع مني برحمتك الواسعة. واللهم انصر جلالة الملك سيدي محمد بن الحسن نصرا عزيزا مدفرا. خاشعون مستسلمون لقدرك يا الله. خاشعون مستسلمون انطلق الآن وكما تشاهد محمد رسول الله على الأكتف حسن أولئك يحمل الدموع بحضور برحمتك الواسعة العالم. اللهم انصر جلالة الملك سيدي محمد بن الحسن نصرا عزيزا مدفرا. خاشعون مستسلمون لقدرك يا الله. خاشعون مستسلمون انطلق الآن وكما تشاهد محمد رسول الله على الأكتف يحمل بحضور قادة العالم وينطلق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
Thank you.
على ساحة المسجد حيث نصل في هذه اللحظة الرهيبة. الجثمان الطاهر لجلالة الملك الحسن الثاني أيده الله لجلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه. فلا إله إلا الله والله أكبر. لا 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 إله إلا الله والله أكبر. وجثمان الراحل الكبير عرفك العالم بمبادراتك الشجاعة وما قام به من جهود وأعمال من أجل نصرة الحق.
نفوس مجروحة وأصوات صاخبة تخترق صمت الفضاء الذي أسكته نبأ وفاة حبيب الجماهير الأب العطوف الذي أحاط شعبه على مر بالرعاية والاهتمام البالغين. فبعزتك إلا أخذت بأيدينا وكنت لنا عند اليأس الغالب علينا. نعم نعم نفوسنا أحبطها نبأ إلا أنت فيما أصابنا. إننا نفقد نبعا لا ينضب من الحنان والعطف والعناية والرعاية، فهب لنا من لدنك رحمة وصبرا يا حنان يا منان يا وهاب. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على ساحة المسجد حيث يصل في هذه اللحظة الرهيبة الجثمان الطاهر لجلالة الملك الحسن الثاني أيده الله لجلالة الملك الحسن الثاني وقدس الله روحه. لا إله إلا الله والله أكبر. 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 لا إله إلا الله والله أكبر.
إلا الله والله أكبر. لا إله 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 إلا الله والله أكبر. وجثمان الراحل الكبير عرفك العالم بمبادراتك الشجاعة وما قام به من جهود وأعمال من أجل أسرة الحق.
جلالة الملك الحسن الثاني أيده الله جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله يا ارحم الراحمين. اللهم ادخله الجنة بغير حساب. رحمك الله يا سيدي. اللهم اعطه باليمين الكتاب وادخله الجنة بغير حساب. الملوك ورؤساء الدول والحكومات مختلف الشخصيات، وقد غصت بها باحة هذا المسجد في لحظة وداع أخيرة للجثمان الطاهر لجلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، الذي سيوارى جثمانه الطاهر الثرى بعد لحظات، وصاحب الجلالة الله أكبر محمد بن الحسن يقبل الجثمان الطاهر. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. فاتح الوجدان تقطع جسر طرفة مسلمين. سيدنا ورحمهم. سيدنا ورحمه الله ومارك لعمره وانصره وعلى ذلك. اللهم افتح الوجدان على اللهم كن له وليا ونصيرا. الحمد لله رب العالمين. ربنا إننا لا نسألك رد القدر، ولكننا نسألك اللطف فيه، فالطف بنا يا حكيم يا عليم يا عزيز يا رحيم، واجعلنا يا رب قادرين على تحمل المصاب الجلل والفاجعة القوية والخسارة التي لا تعوض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بقبره الطاهر ووسع عليه، فها هو إلى جوارك يا رب، كن له عونا وسندا في ملاقاتك يا أرحم الراحمين. المصاب جلل والفاجعة لا يهونها إلا الدعاء الصالح. يا سليل آل بيت رسول الله ويا عترة المصطفى، Oh.
وهو المؤمن والمسلم، وهو الوطني، وهو المتسامح. أوذي باسمنا كثيرا، ملوك ورؤساء الدول والحكومات ومختلف الشخصيات الدولية يتقدمون تباعا للسلام على جلالة الملك محمد بن الحسن أيده الله ونصره. تعازي رؤساء الدول والحكومات والوفود التي جاءت لتشارك الشعب المغربي في هذا المصاب الجلل. هكذا يهتف المواطنون بحياة صاحب الجلالة سيد محمد بن الحسن، ويؤكدون له من خلال ذلك أنهم سيظلون رعايا أوفياء